بالنسبة للمادة chapters 7 و 8 نزلنا لكم سجلت the questions. بالنسبة ل chapter 8 اللي المثال الموجود بالسلايدز جدا مهم لأنه هو راح يكون عليه سؤال بالامتحان زيه بالضبط. chapter 11 نزلنا لكم updated file فيه المواضيع اللي لازم تركزوا عليها. وchapter 12 طبعا بتعرفوا عملنا مثال، نزلت لكم الفيديو، نزلت لكم الدايجرام اللي كنت قايله لكم بنزل لكم اياه. هلا نيجي نكمل بشابتر 11، نحكي عن الاسينكرونس سيريال ترانسفير. طبعا المره الماضيه احنا حكينا اخر شيء عن الهاند شيكينج اللي هو لما يكون سورس انيشيتد او ديستنيشن انيشيتد. اليوم راح نحكي عن الاسينكرونس سيريال ترانسفير اللي هو بيحكي لي هون في عندي اربع انواع من الترانسفيرز اللي هي اسينكرونس سيريال ترانسفير وسينكرونس سيريال ترانسفير. في عنا asynchronous parallel transfer و synchronous parallel transfer. هلا أول شيء شغلتين بدنا نميز بينهم اللي هم بدنا نميز بين serial و parallel. هلا serial المقصود فيها إنه بين source و destination بيكون في عندي wire واحد، سلك واحد بنقول الداتا، فبتمشي توصل عنده الداتا bit by bit. بينما parallel transfer بيكون في عندي لكل bit لاين لحاله، واير لحاله، فلما ننقل الداتا بتنتقل بكلوك واحدة، يعني مجرد ما تيجي الكلوك بتنقل الداتا من هون لهون أو بمرحلة واحدة مع بعض بنتقلوا كل البيتس وبستقبلهم الريسيفر. فهاي الفرق بين السيريال والباراليل. هلا شو الفرق بين سينكرونس وأسينكرونس؟ هلا بالنسبة للسينكرونس اللي هي بتيجي بمعنى متزامن والأسينكرونس غير متزامن. هلا الغير متزامن إنه ما في كلوك واحدة بتحكم السورس والديستنيشن. اوكي، بينما السينكرونس في عندنا كلوك وحده عم تحكم السورس والديستنيشن، فمعروف متى بصير الترانزميشن. بينما بالاسينكرونس زي المثال الموجود قدامنا ما في كلوك وحده موجوده، ما في شيء واضح متى بصير الترانزميشن، فلازم هم يخبروا بعض انه بهاي اللحظه بلش خذ الداتا، انه هون انا بلشت انقل داتا. فالاسينكرونس سيريال ترانسفير امبلويز سبيشال بيتس Okay, employs special bits which are inserted at both ends of the character code. فهي الفكرة الموجودة إنه line موجود بين source و destination. طبعاً هم نحكي عن serial transfer في line واحد. هلأ بيكون في عنده زي علامة تحكي إنه هون بتبلش الداتا وهون تخلص الداتا، لأنه هو فعلياً ما في تزامن، ما في إشي يحكي إنه هلأ رح يبلش عنده داتا. فهو اللي بصير إنه source لما بده يخبر destination إنه هاي في داتا، بخبره على الطريق نفس الخط اللي موجود، نفس اللاين اللي موجود، بانه يكون في عنده علامه للبدايه وعلامه للنهايه بالنسبه للداتا. Each character consists of three parts: start bit, data bits, و stop bits. هلا بالنسبه للترانزميشن هون بده يعمل ترانزميشن لوين كاركتر. الوين كاركتر اللي هو داتا بيتس تاعونه عباره عن 8 بس، فهي هون عندي البيتس اللي بده ينقلهم. اوكي؟ اللي هم 110 30 و101. هلا هاي هي الكاركتر اللي بده ينقله. هلا اللاين اللي موجود بين السورس والديستنيشن بالوضع الطبيعي، او خلينا نحكي بوضع الايدل انه ما بينقل داتا، بيكون على الهاي. اوكي، هلا لما السورس يقرر انه هلا بدي ابلش انقل الداتا، بميز انه هاي بدايه الداتا بانه صار في عنده شيء بسميه ستارت بت. الستارت بت بتكون دائما زيرو وبتاخذ بت تايم. هلا بيكون في بين الطرفين متفقين على شيء اسمه البت تايم، انه كم كميه الوقت او قد ايه، يعني بدي اقرا السيجنال عشان اعرف انه هاي بت كامله. يعني مثلا هاي جزء هاد هيك معناته انا بت، اذا كان اكثر، يعني هون مثلا انا في عندي الهاي موجوده على 2 بتس، فهون هيك مثلا هيك بتخلص الحديد هون بخلص التايم بت، فبعرف انه هاي خلصت بت. هلا بعدها هاي بعرف انه بلشنا ببت جديده وهي 1. اوكي، فهلا لما يجي بده يبلش ترانزميشن بيكون هو اوريدي ايدل، بيجي الستارت بت اللي هي 0 بحكي له انه هون بلشت الترانزميشن. طبعا هاي ما بياخذها من الداتا، اول بت بتيجي بعديها او اول قراءه بقراها بعد البت تايم اللي هو 0 الاولاني هاد اللي هو علامه البدايه، ببلش يقرا البت. فهلا هون كل تايم بت بياخذ، يعني هون اخذ ال1 رجع بعده على الهاي، خلصت التايم بت الاولى،
ببلش بالتايم بت الثاني وبهاي الشكل. فهون بيكون قراءة 1100101. هلا خلص التايم بت للأخيرة، اللاين بده يصير بده يضل على الايدل أو بده يحكي إنه هون خلصت الداتا وهلا أنا جاهز لاستقبال داتا جديدة. فهون بيجي اللي هو الستوب بتس اللي هي بتكون at least one bit، يعني لازم على الأقل في اللي هو تايم البت تايم مرة واحدة يكون كامل هاي، ما ينزل فيها وما تكون لو، وما بصير يبلش بالداتا الجديدة مباشرة بدون ما يبلغ بستارت بت جديدة. أوكي هلا a character can be detected by the receiver from the knowledge of four rules. هلا عشان يعرف الريسيفر انه في كاركتر موجود ويقدر يقراه when data are not being sent، لما ما في داتا تنتقل بيكون the receiver from the line is kept in the state the one state اللي هي الايدل ستيت. فهلا طول ما هو ما في نقل داتا بيكون هو ايدل ستيت اللي هي بتكون هاي one state. The initiation of a character transmission is detected by start bit. هلا start bit حكينا شرطنا انها تكون هيها تكون zero, which is always zero. The character bits always follow the start bit. دائما بيجوا الكاركتر بيت، بنراعي دائما توقيت اللي هو سميناه البيت تايم، انه كل مسافة معينة تعتبر هي، او خلينا نحكي تايم معين، ما هاي المسافة هون هي الوقت. فكل تايم معين بحسبه بكون تايم one bit time. مثلا تكرر بروح على الثانية على الثالثة etc. The character bits always follow the start bit. After the character, the last character, stop bit is detected. هلا the stop bit دائما high. The start bit دائما low. هاي انتبهوا لها. After the last character, stop bit is detected when the line turns to the one state for at least one bit time. فعلى الأقل ال stop bits لازم يكون one bit time. The receiver knows in advance the transfer rate of the bits and the number of information bits to expect. فهلا هو already في اتفاق بين transmission أو transmitter والreceiver إنه شو هو the transfer rate of the bits عشان يقدر يعرف ال bit time و number of information bits to expect. فهو يكون عارف إنه كل مرة ببعث لي داتا للترانسميتر هو بيبعث لي مثلا 8 بتس، بيبعث لي 10 بتس عشان يقدر يعرف متى خلصوا التايم البت تايم للداتا اللي انا بدي اياها ومتى بدنا نبلش بالستوب بت عشان يقدر بعدين يعرف اذا في داتا جديده متى بدها تيجي الستارت بت. فلازم في اتفاق على الترانسفير ريت، لازم في اتفاق على عدد البتس اللي بده ينقلها بكل مسج، ولازم في اتفاق على البت تايم عشان يقدر يحسب شو الداتا اللي واصله لعنده. مين عنده اي سؤال؟ هلا هاي بالنسبه للاسينكرونس سيريال ترانسفير. اسال احمد في عندك سؤال. لا دكتور انا سؤال بخصوص شيء ثاني، بخصوص ال بعرف شو وقته هسه، بس بخصوص الغياب السابع بعثت للدكتور وبعده موجود. لا لا شاله رجعت على الماده انت، بس بعده موجود عندي على الخدمات عادي لشيء؟ أنا بالنسبة إلي أنت موجود بالمادة يعني خلص. أنا يعني شو بعرفش إذا لازم أشيل أنا يعني غياب، ما بعرف. لا خليه عادي إذا بأثرش عادي. لا هو بعرفش بجوز بأثر. بس أنا بعرف لد أنا كل حين خلص تمام، يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. هلأ نيجي على موضوع جديد، إشي بنسميه إحنا اللي هو Universal Asynchronous Receiver Transmitter اللي هو له اسم UART، وهو إشي يعني موجود بكل الانترفيسينج بين لما يكون في عندي أي ديفايس والCPU أو الماشين موجود عندنا. هلأ بالنسبة لل Universal Asynchronous Receiver Transmitter، أول إشي هنكم تنتبهوا إنها Asynchronous، إنها مش Synchronized مع الكلوك، لأ هاي asynchronous. okay هلا a typical asynchronous communication interface available as an IC. هلا بيكون هذا الاشي موجود ب IC معينة بأي جهاز او اي interface بين machine والسيستم اللي موجود عندنا. okay هلا طلعوا على الأجزاء الموجودة. أول إشي هاي الديجرام الموجودة قدامكم، من هاي الجهة بتكون عندي من اليمين يعني من هاي الجهة
تكون عندي المشي الاي او ديفايس او البريفرال الموجود عندي، ومن هاي الجهه بيكون في عندنا السي بي يو. فتنقل الداتا بده يكون بناء على هيك، اوكي، انه جهه بده يكون منها جاي الداتا وجهه جاي الكوماند من السي بي يو عشان اذا بدها تستقبل داتا اور وات ايفر. اوكي، فهلا نيجي نطلع على الكومبوننتس الموجوده عندنا. في عندنا اول شيء الباص الانترنال باص، وفي عندي باص بفر بنقول لها الداتا باص الاصلي اللي موجود بالكمبيوتر سيستم الموجود عندنا. اوكي، فالانترنال باص بخص اليو ارت، والباص بفر بجهز الداتا لا توصل للباي دايركشنال داتا باص الموجود بالسيستم اصلا. هلا في عندنا هون جزء بلوك اللي هو تايمينج اند كنترول، اللي هو بده يسيطر على باقي الاجزاء الموجوده باليو ارت، اللي هو في عندنا تشيب سيلكت. تشيب سيلكت عشان يقرر انه هل راح يستخدم هذا التشيب ولا لا. في عندنا ريجستر سيلكت عشان يختار شو اللي بده يستخدمه من ضمن هاي الانترفيس الموجود عندنا. في عندنا الاي او ريد انه بده يقرا من الاي او ديفايس، وفي عندي اي او رايت انه بده يكتب على الاي او ديفايس. اوكي، فهلا الديفايس هاي عندها قدره تعمل الشغلتين، عندها قدره تعمل ترانزميشن انه هو يعني بيقدر يكتب على الديفايس وبيقدر يستقبل من الديفايس. هلا الانترنال ستراكشر لهاي الانترفيس انه في عندها اربعه ريجسترز. هلا هدول الاربعه ريجسترز كل واحد له سبيشال بيربس. الاولاني هو عبارة عن transmission register أو transmitter، الثاني control register، الثالث status register، والرابع الأخير اللي هو receiver register. أوكي، هلا في عنا هون من السيجنالز اللي موجودة في عنا chip select. chip select هاي لما تكون active كل الانترفيس بيكون active، ولما تكون inactive خلاص كل الانترفيس بيكون inactive، يعني لا رح يبعث ولا راح يستقبل، لا راح يرسل يكون ترانسميتر يعطي للاي او، ولا راح يستقبل من الاي او او يعمل ريد من الاي او. هلا اذا كانت الشيب سيلكت اكتف، طبعا هي اكتف هاي حسب الدايجرام اللي قدامنا، بيجي بتطلع على شغله ثانيه اسمها ريجستر سيلكت. هلا الريجستر سيلكت بتحدد مع مين بدك تحكي من هدول الكومبوننتس. اوكي، في عندنا بعدين الريد اللي هي اي او ريد بده يقرا من الاي او، وفي عندنا رايت عنده داتا اوريدي موجوده على الباص بده يكتبها على الاي او ديفايس. هاي هي طبيعه شغل اليو ارت. هلا الترانسميتر ريجستر موجود عشان يحتفظ بالداتا اللي بده يبعثها سيريالي، لانه هذا نوعه سيريال ترانسميشن، والدليل على انه سيريال ترانسميشن وجود الشفت ريجستر. هلا الشفت ريجستر بيساعد انه بيقرا الداتا اللي موجوده اصلا بالريجستر وبيعملها شيفتنج بيت باي بيت على الترانزميشن لاين اللي موجود هون. فانا في عندي الترانزميتر ريجستر فيه الداتا اللي بده يبعثها، الشيفت ريجستر بيساعد بانه ينقل الداتا هاي بيت باي بيت سيريالي على الترانزميت داتا لاين اللي موجود هون. هلا في عندنا كنترول ريجستر، الهدف منه انه يعمل كنترول على الديفايس، انه انت بده يبعث كنترول سيجنالز معينه وتكون موجوده للديفايس. فالكنترول ريجستر بيكون دائما موجود وهو بينكتب عليه، شايفين السهم، هو بيجي السي بي يو من السي بي يو الاوامر للكنترول ريجستر. هلا في عندي هون ستاتس ريجستر. ستاتس ريجستر اللي هي بتعبر عن حاله المشين اللي عندي، اللي هم الفلاجز مثل الانبوت فلاجز والاوتبوت فلاجز، شو اللي صاير بالمشين، هل البفر فول، بقدر استخدمها، بيزي، صار فيها فيلير. هاي المواضيع كلها بتكون هون موجوده بالستاتس ريجستر. هي عباره عن مجموعه من البتس، ريجستر في مجموعه من البتس، كل بت لها معنى، اذا زيرو لها معنى واذا 1 لها معنى. مثلا الانبوت فلاج بيكون فيها، الاوتبوت فلاج بيكون فيها، هي تو بتس. ممكن البفر فول بيكون فيها، ممكن انه بت تعبر انه في فيلير او لا. فكل هاي الشغلات بتكون موجوده بالستاتس ريجستر. هلا اخر ريجستر عندنا اللي هو الريسيفر ريجستر، برضه مشبوك بشيفت ريجستر، معناته حتى الريسيفنج بيتم سيريالي عن طريق الريسيف داتا. هلا الداتا اللي بتيجي عن طريق الشيفت ريجستر بتتجمع بالريسيفر ريجستر لما تصير مثلا الثمانيه بيتس او الكاركتر جاهز هون، ب
بنعمل له ترانزميشن على الباص. اوكي هلا هون في عندي طبعا ترانزميتر كلوك اند كنترول، وفي عندي كلوك كنترول للريسيفر برضو موجودين. هلا نيجي نطلع على الكوماندز اللي بتيجي من السي بي يو. هلا اذا السي بي يو عامل تشيب سيلكت لهاي، وفي عندي الريد والرايت وحده فيهم اكتف. هلا اذا كانت مثلا الريد اكتف معناته انا بدي اقرا من الماشين او من الاي او ديفايس، يعني اذا الريد بكون بدي اعمل مثلا ريسيفنج. هلا الريسيفنج ممكن يكون للداتا اللي هو ريسيفر ريجستر، او انه بده يقرا الوورد تاعت الستاتس ريجستر ليعرف شو وضع الماشين الموجوده عنده. فالريد مرتبطه بهدول الشغلتين، يا ريسيفنج للداتا يا ريسيفنج للستاتس. الرايت بده يكتب، فيا بيكتب داتا بالترانسميتر يا اما بيكتب كنترول على الكنترول ريجستر عشان يتعامل معه. فهلا اذا تشيب سيلكت زيرو، بغض النظر عن الريجستر سيلكت والاوبريشن ولا شيء بتعمل الماشين، لانه زي ما حكيت اذا تشيب اذا مش سيلكتد خلاص بتكون اوف، يعني طافيه ما بنشتغل عليها. هلا اذا تشيب سيلكتد بنيجي بنطلع على الار اس، بنطلع على الريد والرايت مين فيهم اللي اكتف، وحده فيهم بتكون اكتف. فهلا اذا الار اس كانت زيرو والرايت شغاله، معناته انا بدي اكتب، بس وين بدي اكتب؟ حسب الريجستر سيلكت زيرو معناته انا بدي اعمل ترانزميشن لداتا. اوكي فمره ثانيه تشيب سيلكت 1 شغال الماشين، اوكي الار اس زيرو والرايت شغاله، معناته بدي اكتب بس على مين؟ على ترانزميتر ريجستر، يعني انا بدي اعمل ترانزميت للداتا. هلا اذا الار اس 1 والرايت شغاله، معناته انا بدي اكتب، بس هاي المره شو بدي اكتب؟ بدي اكتب على الكنترول ريجستر، معناته في كوماندز انا عم بعطيها لهاي الاي او ديفايس. هلا بالنسبه للريد، اذا الريد شغاله والريجستر زيرو، معناته انا بعمل ريسيفنج، بدي اقرا داتا من الاي او ديفايس. واذا الريد شغاله والار اس كانت 1، معناته انا بدي اشوف شو الستاتس ريجستر، اقرا الستاتس ريجستر لاعرف شو الستاتس للماشين عشان اقدر اكمل شغلي. واضح؟ هلا ترانسميتر ريجستر اللي هو اكسبت داتا بايت فروم سي بي يو، الترانسميتر باخذ من السي بي يو بيعطي الاي او ديفايس ثرو ذا داتا باس ترانسفيرد تو ا شيفت ريجستر فور سيريال ترانسميشن، زي ما حكينا ببعثها بسيريال ترانسميشن. الريسيفر ريسيف سيريال انفورميشن انتو انذر شيفت ريجستر، هلا باخذ من الشيفت ريجستر للريجستر تاعه، وبعدين بروح بوديه على الباس بفر عشان ينقلها. Complete data byte is sent to the receiver register. هلا بياخذها بجمعها، هاي لما تتجمع بيروح ببعثها مره واحده. Status register bits used for IO flags and for recording errors. طبعا مرات بيكون فيها للparity error، اذا في parity او لا، شو قيمه الparity error. طبعا parity اخذتوها بالديجيتال، الهدف منها to check for errors، ومرات بيكون في كمان correction للerrors حسب نوع الparity. هلا الكنترول ريجستر ديفاين البود ريت نمبر اوف بيتس ان ايتش كاركتر ويذر تو جنريت اند تشيك باريتي اند نمبر اوف ستوب بيتس. فهاي الاشياء كلها بتكون موجوده، انه شو بده يعمل، شو ستوب بيتس، كيف بده يتعامل مع الداتا، شو الريت البود ريت بينهم، كم عدد البيتس الموجوده بكل داتا، وكل هاي المعلومات اللي حكيناها قبل شوي. واضح؟ مين عنده اي سؤال؟ هلا هاي السلايد مش كتير مهمه، بس هو بحكي لي بشكل عام على المودز اوف ترانسفير، اللي هو في عندي اكثر من نود، من مود يا اما بيكون بروجرام كنترول انتربت انيشيتد او دايركت ميموري اكسس، اللي هو متى يعني كيف بحكموا الترانزميشن بين الاي اي او ديفايس وبين السي بي يو. فهدول هم اللي موجودين. طبعا هو بشكل عام بيكون عندنا السي بي يو او الميموري بطرف، والطرف الثاني الاي او ديفايس زي اللي شفناها قبل شوي. فهلا في الداتا بس، في الادرس بس عشان يقرر مين الديفايس اللي بده يتعامل معها، في عندنا الاي او ريد واي او رايت. هلا في عندنا هون كمان داتا فاليد داتا اكسبتد بالنسبه للاي او ديفايس، دائما بصير تشيك على ستاتس ريجستر، وبصير التعامل بالداتا عن طريق الداتا ريجستر. طبعا هون بنفس الطريقه انه بروح بشوف الفلاجز،
لما تكون المشين جاهزة بيقرأ منها أو بيكتب عليها، خلص شغله بيكمل بالبرنامج، ما خلص بيرجع بياخد داتا جديدة. هي السلايد بشكل عام مش كتير مهمة. خلينا نيجي على الإشي المهم اللي هو البرايوريتي انتربت. البرايوريتي انتربت، أول إشي الانتربت إنه لما يكون في عندي IO device بدنا نستخدمها، أو مثلا جاي receiving the data على IO device فبدها تبلغ إنه هاي الداتا إجت، إنه خلينا نستخدم الديفايس الاي او ديفايس. فالانتربت لما اي اي او ديفايس تقاطع السي بي يو بالبروجرام اكسكيوشن اللي ماشي فيه ونبلش نشتغل بالداتا. هلا بس ننتبه للوقت، المفروض انه اذا بده يقطع المحاضره بخبركم، حتى لو ما خبرتكم بترجعوا بعد دقيقتين. اوكي، فهلا مره ثانيه الانتربت انه اي او ديفايس تقاطع السي بي يو. هلا هيك معنا 10 دقائق. اوكي، انه الاي او ديفايس تقاطع السي بي يو عشان انه في داتا جاهزه على الاي او ديفايس انه نقرا، او في داتا جاهزه بدنا نبعثها. هاي هي الانتربت بشكل عام. هلا البرايورتي انتربت انه انا بكون في عندي اكثر من اي او ديفايس، بدي اقرر مين هي الها اولويه. يعني مثلا في عندي كيبورد وفي ماوس، مين اخذ؟ اوكي، اجوا التنتين على عملوا التنتين انتربت مع بعض، فمين الاولى، اقرا من الكيبورد ولا اقرا من الماوس؟ فهون بتيجي البرايورتي. كل سيستم في له برايورتي ليست معينه ماشيين عليها، انه هاي الاولويه لها اكثر من هاي، هاي اعلى من هاي، حسب شو طبيعه الاي او ديفايس وشو طبيعه السيستم الموجود عندنا. هلا بشكل عام البرايورتي determines which interrupt is to be served first. انه لما اكثر من واحد، when two or more requests are made simultaneously، اكثر من ريكوست انعملوا مع بعض، مين اخدم اول، مين اتعامل مع مين اتعامل اول. Also determines which interrupts are permitted to interrupt the computer while another is being serviced. كمان شغله مهمه انه هلا السي بي يو اوريدي عم بيعمل interrupt service، مين من الماشينز بصح لها او من الاي او ديفايسز بصح لها تقاطع كمان الانتربت. هلا احنا حسب اللي شفناه بشابتر 5، اذا في انتربت ممنوع يصير انتربت جديد. يعني طول ما السي بي يو عم بنفذ او بخدم بانتربت، ممنوع يقاطعه عشان يبلش بانتربت جديد. هلا بالبرايورتي انتربت مرات في انتربت اولى من انتربت. يعني اذا كنت انت اوريدي مثلا بتشتغل على انتربت جاي من الماوس واجا شيء من الكيبورد، لا وقف الماوس، اخدم الكيبورد وبعدين ارجع. في ماشينز بتحكي لا، اذا انت بانتربت ممنوع تروح تخدم انتربت ثاني، فحسب برضه شو السيستم الموجود. Also determines which interrupt are permitted to interrupt a computer while another is being served. انه تقاطع already available interrupt service routine عم بيشتغل عليه. Higher priority interrupts can make requests while serving a lower priority interrupt. انه كمان انه اللي لهم interrupt اعلى، هل بيقدروا او priority اعلى بيقدروا يقاطعوا او يبلغوا انه بدهم interrupt خلال السيرفيس روتين لانتربت ثاني ولا لا؟ بالسيستم اللي درسناه بشابتر 5 كان لما يكون اصلا في انتربت احنا بنمنع حدا ثاني يطلب انتربت، بينما هون لا، بحكي لك انه الهاير ممكن يطلب انتربت، الهاير برايورتي. برايورتي انتربت باي سوفت وير بولينج، في عندنا طريقتين اللي هو بالسوفت وير وبالهارد وير. هلا السوفت وير دائما بهاي الشغلات ابطا، فعشان هيك ما مش كثير بنعتمد عليها. فبرايورتي از استابلشد باي اوردر اوف بولينج ذا ديفايسز انتربت سورسز. هلا بشكل عام فكره البولينج ديفايسز انه مش بنستنى الانتربت، انه احنا بدنا نروح نشيك على الديفايسز انه في عندها انتربت ولا لا، او في شيء جاهز ولا لا. فالسي بي يو بدل ما يشتغل ببرنامجه بصير كل شويه يروح يشيك على الاي او ديفايسز. هلا الترتيب اللي بيشيك فيه بيكون هو ترتيب البرايورتي. طبعا مشكله البولينج انه يعني دائما السي بي يو بيضطر يوقف يروح يعمل تشيك ويرجع، بينما فكره الانتربت انه لا، بيشتغل عادي ومجرد ما ديفايس جهزت هي اللي بتبلغ السي بي يو، مش انه السي بي يو بتروح بتدور عليها. فflexible since it is established by software. Low cost since it needs a very little hardware. هلا فعليا البولينج ما بحتاج كثير هاردوير لانه هو عباره عن فلاجز بده يعمل تشيك عليهم. بس بطيء very slow لانه اصلا بيعطل، يعني بيعطل السيستم ليروح يعمل البولينج. هلا فكره البرايورتي بالهاردوير require priority interrupt manager which accepts all the interrupts request to determine the highest priority request. فهون بيكون في زي جزء بالهاردوير مختص انه اذا اجى اكثر من ريكوست يقرر من مين بده ياخده.
Fast since identification of the highest priority interrupt request is identified by the hardware. طبعا سريع بسبب انه احنا عاملينه بالهاردوير، هاي الشغلات بالهاردوير دائما اسرع، لانه اوريدي خلص الهاردوير عم بيعطي النتيجه، مش انه دائما السوفت وير تذكروا انه فيها ميموري اكسس، فيها انستركشن ديكودينج، في خطوات بيمشي فيها، بينما الهاردوير خلص لاين وجاي وايرز ونقل سيجنالز، فخلص ما في داعي انه اقعد استنى افهم اللي بده يصير، لانه السلك عم بيعطيني المعلومه اللي انا بدي اياها، او الواير عم بيعطيني المعلومه اللي انا بدي اياها. Fast since each interrupt source has its own interrupt vector to access directly to its own service routine. هلا بكل واحد من الانتربت بيكون في عنا شيء اسمه interrupt vector. هلا الانتربت vector اللي هو زي vector موجوده بيحكي كل interrupt كيف بده يخدمه، او وين السيرفيس روتين اللي بده يخدمه، مش كل مره بده يروح يدور، لا الفيكتور اوريدي واضح، اي نوع انتربت مبين وين بدي اروح الاقي السيرفيس روتين تاعه، اللي هو عشان نقدر نحل مشكلة الانتربت الموجود عندنا. هلا بالنسبة للهاردوير، الهاردوير برايورتي انتربت، في عندي طريقتين، في عندنا شيء بنسميه دايزي تشين، وفي عندنا الطريقة الثانية اللي هي البارلل برايورتي انتربت. هلا الدايزي تشين اللي هي زي سلسلة. هلا نيجي نتطلع على الديفايس، طبعا هي تفسير كل وحدة من المراحل، الدايجرام اللي موجود تحت. يعني اي شيء صاير هون بديفايس 1 او ديفايس 2 او ديفايس 3 هو اللي صاير هون. اوكي؟ هلا الفكره اللي موجوده انه في عندي اكثر من ديفايس، في عندي كلهم مشبوكين على خط واحد اللي هو انتربت ريكوست. يعني بالنسبه للسي بي يو لما تتبلغ انه في عندها انتربت، هذا اللاين جاي من كل الديفايسز الموجوده، فهو بس بيعرف انه في انتربت بس ما بيعرف من مين الانتربت. اوكي؟ هلا ممكن الانتربت يكون من اكثر من ديفايس، يعني خلينا نحكي ديفايس الاولى مثلا ما لها انتربت، الثانيه لها انتربت، والثالثه لها انتربت. هلا اللي بيصير لما يصير في عندي انتربت ريكوست، السي بي يو بيرد بسيجنال اللي هي انتربت اكنولج، انتربت اك. اوكي؟ بيرد بسيجنال اسمها انتربت اك، ترجع لهون بصير في عندي هون برايورتي ان وبرايورتي اوت لاينز. اوكي؟ هلا لما يجي الانتربت اكنولج من السي بي يو بتيجي السيجنال هاي فيها 1. هلا الديفايس هاي اذا هي عامله انتربت، اوكي، اذا هي عامله انتربت هون بودي الفيكتور ادرس للبروسيسور داتا بس عشان يعرف كيف بده يشتغل السيرفيس روتين. اوكي، بس احنا افترضنا انه هاي مش عامله انتربت، فبما انها مش عامله انتربت فعليا ما راح تودي الادرس، وبنفس الوقت راح تمرق الواحد اللي اجتها من هون اللي هي الانتربت اكنولج للديفايس اللي بعدها. هلا الديفايس اللي بعدها حكينا انه في عندها انتربت، هلا بما انها عندها انتربت بتحط الفيكتور ادرس على البروسيسور داتا باس وبتبعت زيرو للي بعدها، فهون ما بتقدر تنقل داتا. هلا ليش بعتت زيرو للي بعدها؟ عملت بلوك لانه لها هاير برايورتي، فهون بتيجي بتبعت زيرو للي بعدها لتخلص شغلها وبتبعت 1. اوكي، او لتخلص شغلها بتسمح بانه يصير في تصرف مع الديفايس الثالثه، بس طول ما الديفايس الثانيه عندها انتربت ما راح تسمح تمرق الاكنولج للي بعدها. فهون انتربت ريكوست فروم اني ديفايس بيكون اكبر من او يساوي 1، فهون ممكن اي ديفايس تعطي انتربت وممكن اكثر من ديفايس بنفس الوقت. هلا CPU response by int ack اللي هي 1، فالCPU لما يوصلوا انه في interrupt بيرد ب int ack. هلا ال int ack الهدف منها انه ال device اللي لها higher priority تبلش. اوكي؟ Any device receive signal int ack at P1 بتاخذها من هون عند ال P1. اوكي؟ puts the VAD اللي هو ال vector address على ال line. اوكي؟ to the bus. Among interrupt requesting devising, the only device which is physically closest to the CPU gets int act and it blocks int act to propagate to the next device. فهي أي device بتكون عاملة request وبوصلها ال int act بتعمل blocking على اللي بعدها، فما بتسمح للي بعدها إنه يشتغل. One stage of the daisy chain priority arrangement هيها موجودة هون. هلا هون في عندي هيها
الار اف هي اللي هي الانتربت ريكوست. فاذا في انتربت من الديفايس الار اف بتكون 1. طبعا هلا شوي رح تنهي المحاضره بترجع بتشبكوا كمان شوي. فهلا هون في عندي البرايورتي ان وفي عندي الار اف. اذا كانت الار اف 1 معناته في ريكوست اصلا من الديفايس. البرايورتي ان معناته في ريكوست بشكل عام بالسيستم وجايين من السي بي يو انه بتقدر تشتغل البرايورتي لك. خليني انهي المحاضره وارجع ابلش محاضره جديده بعد دقيقتين. اوكي خلينا نكمل. هلا زي ما حكينا اول طريقه بالهاردوير برايورتي انتربت اللي هي اللي احنا شايفينها قدامنا اللي هي الهاردوير اللي هو دايزي تشين اللي هو بيعتمد على مبدا انه في سلسله من الديفايسز مشبوكين ورا بعض. في عندي 1 انتربت ريكويست، في عندي انتربت اكنولج. الانتربت اكنولج هي بترجع للديفايسز. هلا اكثر ديفايس على اليسار يعني هاي الديفايس هي اللي بتكون لها هاير برايورتي. اذا هي عامله ريكوست بتنفذه، مش عامله ريكوست بتسمح للي بعدها انها تنفذ. هلا اي ديفايس بتكون هي عامله ريكوست وبيوصلها البي اي بتساوي 1 بتروح بتحط الفيكتور ادرس على البروسيسور داتا بس عشان يشتغل او ينفذ السب روتين او ينفذ خلينا نحكي يعمل سيرفيس للانتربت اللي صاير عنده. وما بتمرق يعني اي ديفايس بيكون هي لها ريكوست وبتوصلها الانتربت اكنولج بتبعت للي بعدها زيرو يعني ما بتمرقها للي بعدها لا يخلص السيرفيس روتين تاع الانتربت الموجود عندنا. هلا زي ما حكينا كل ديفايس فيها الشيء الدايجرام موجود هون. في عندنا البرايورتي ان اللي هو الانتربت اكنولج اللي جاي من السي بي يو، في عندنا البرايورتي اوت اللي رايح على الديفايس اللي بعدها، في عندنا الفيكتور ادرس اللي طالع على الداتا باس عشان ينفذ او يعمل سيرفيس للسب روتين. هلا في عندنا هون اس ار لاتش. هلا هاي الاس ار بيجيها الانتربت من الديفايس. فهون اذا اجاها اوريدي من الديفايس 1 معناته الار اف بتكون 1 معناته في عندي هون ريكوست، في عندي ريكوست من الاي او. هلا اذا الار اف 1 في عندي هون انفرتر معناته الاند جيت هاي شو طالع منها؟ زيرو. اوكي فاذا البرايورتي 1 والار اف 1 بوصل للبي او 0 يعني بروح على المرحله اللي بعدها 0. بينما اذا البرايورتي 1 والار اف 0 يعني ما عندها ريكوست هاي الماشين او هاي الاي او ديفايس بيوصل هون 1. فال1 مع ال1 بتمرق 1 للبي او اللي بعدها. اوكي هلا كمان شغله هون بدنا ننتبه انه لما يكون في ريكوست من الاي او ديفايس الانتربت ريكوست تو سي بي يو بتكون زيرو. يعني اذا هون في 1 هون زيرو واذا هون زيرو هون 1 معناها اكتف لو الانتربت ريكوست يعني هذا اللاين اكتف لو. هلا اذا ريكوست 1 والبرايورتي ان معناته هلا بتقدر تشتغل السيرفيس الروتين اللي عندك فبروح بيعمل انيبل للفيكتور ادرس عشان يمرق الداتا. اوكي فاذا البرايورتي ان اللي هي جاي من الانتربت اكنولج 1 والار اف 1 يعني هاي الديفايس في عندها ريكوست فهون في عندي اند جيت بيعطي 1 الانيبل هاي بتسمح انه يحط الفيكتور ادرس على اللاين. بينما لو البرايورتي ان 1 والار اف 0 ما راح يعمل انيبل. اوكي برايورتي ان 0 ما راح يعمل انيبل. فهون اكثر من شغله مع بعض البرايورتي والار اف مع بعض بيتحركوا. اذا البرايورتي 1 والار اف 1 معناته بدي اعمل انيبل وامر على البي او 0. اذا البرايورتي 1 والار اف 0 معناته ما بدي اعمل انيبل بدي امر على البرايورتي اوت 1. اوكي وبهذا الشكل. مين عنده اي سؤال بالنسبه للدايزي تشين؟ هلا بعد الدايزي تشين في عندي طريقه ثانيه اللي هو بسموها البارلل برايورتي انتربت. هيها موجوده قدامكم. طبعا البارلل برايورتي انتربت بتعتمد على شيء اللي هو بنسميه برايورتي انكودر اوريدي اخذتوه انتم بالديجيتال. هلا البرايورتي انكودر بيكون فيه اولويه للانبوتس. يعني هلا مثلا هذا البرايورتي انكودر، هلا هذا اللي موجود قدامنا البرايورتي للاي 0. شو معناته؟ إذا الـ I01 بس أتأكد إنه للـ I0 هلا يس. إذا الـ I01 بغض النظر عن الباقي الـ I0 هي اللي شغالة فبحط على الأوتبوت 00.
اوكي، هي الانكودر بيشتغل عكس الديكودر، بشوف مين الانبوت اللي له اكتف وبعطي كوده على الاوتبوت. فهلا هون اذا الاي 0 هي اللي 1، اوكي اذا الاي 0 هي اللي 1 وبغض النظر عن الباقي بيطلع هون 0 0. اذا كانت 0 بتطلع على بعده، فمعناته هون حسب الموجود قدامنا الاولويه لمين؟ مين يحكي لي الاولويه لمين هيك؟ للديسك ولا البرينتر ولا الريدر ولا الكيبورد؟ لمين تتوقع؟ للديسك، لانه اذا الديسك كانت اكتف بغض النظر عن الباقي هو لمين بده يعطي؟ للديسك. اوكي، فهلا هون نطلع مره ثانيه ايش اللي بصير. عندي برايورتي انكودر بشوف الانبوتس اللي عنده، اللي اكتف يعني اعلى لها اعلى برايورتي بيطلع كودها على الاوتبوت اللي هون. هلا هون في عندي بس بفر، في عندي مجموعه من البيتس بتكون ثابته، هذا اللي هو عشان يعطي الفيكتور ادرس. اوكي، فهون الاكس والواي بيكملوا الفيكتور ادرس عشان يبعثوه للسي بي يو ليخدم الروتين اللي بخص هاي المشين. فلو الديسك هون بده يكمل الادرس ب 0 0، لو البرينتر بده يكمل الادرس ب 0 1، لو الريدر 1 0، ولو الكيبورد 1 1، فهون بيكمل الادرس اللي بده يروح اللي هو الفيكتور ادرس اللي بده يروح للسي بي يو. هلا نيجي نطلع هون في عندي اند جيتس، هلا نيجي نطلع هون. هلا في عندي تو ريجسترز، واحد اسمه انتربت ريجستر وواحد اسمه ماسك ريجستر. اوكي؟ هلا الانتربت ريجستر بيكون فيه مجموعه من البيتس بتساوي عدد الاي او ديفايسز. السيستم الموجود عندنا هون كم ديفايس فيه؟ اربعه، اللي هم الديسك والبرنتر والريدر والكيبورد. هلا الانتربت ريجستر بيكون 1 اذا هاي الديفايس في عندها انتربت، يعني الديسك فيه انتربت بيروح بيعمل البت هاي 1. مثلا البرينتر ما عندها انتربت فبكون عندنا 0. ما عندها انتربت انه حاليا هي ما في انتربت، ما عندها ريكوست للسي بي يو. فاي ديفايس في عندها ريكوست لانتربت على السي بي يو بتروح بتحط البت اللي بتقابلها 1، اللي ما عندها بتخليها 0. هلا الماسك ريجستر هذا موجود ليفعل الديفايسز، يعني لو كان هذا 1 1 0 1، اوكي 1 1 0 1، معناته ديفايس 2 ممنوع تعمل انتربت ولا كانها موجوده، لانه الزيرو اللي موجوده هون شو دائما بتعطي على الاي 2؟ زيرو بغض النظر على اللي جاي من الريدر. فهو الماسك الهدف منه انه هل اسمح للديفايس هاي تعمل انتربت ولا الغيها ولا كانها موجوده. فلو حكينا هون مثلا لو 1001، مين الديفايسز اللي مسموح لها تعمل انتربت او اللي 03 شغال، اللي هم لو كان 1001 مين هم الديفايسز؟ الديسك 03 ومين والكيبورد. تمام، فهون احنا بنقرر مين اللي بده يعمل الانتربت او لمين بدنا نسمح يعمل انتربت. فهلا إذا الديفايس أصلاً الماسك لإلها 1 وهي عاملة انتربت شو بتعطي هون؟ 1. أوكي؟ بس إذا مثلاً 0 ما عندها انتربت أو الماسك لإلها 0 بتعطي هون 0 فما راح تأثر. فهون البرايورتي انكودر بيشوف مين الانبوت اللي 1؟ الانبوت اللي 1 بيكون أوريدي عامل ريكوست ومسموح له يعمل ريكوست، لأنه في أندنج هون، في هون أند جيت. فهلا هون بناء على الانبوتس بقرر حسب البرايورتي اللي هي الهاير للاي او وبيعطي الكود اللي موجود هون. هلا في هون اوتبوت طالع من البرايورتي انكودر، اوكي هذا اسمه فاليد. اوكي هلا الفاليد اذا بتتذكروا الانكودر برضه من الديجيتال، الفاليد بت انه على الاقل بتكون 1 لما واحد من الانبوتس 1. هلا افرض انه كلهم زيروز، كل هدول كانوا زيروز، هل راح يطلع هون 0 0؟ راح يطلع هون 0 0. طب اذا طلع هون 0 0 وعمل انيبل معناته راح يودي فيكتور الادرس للسي بي يو، هو اصلا ما في انتربت. فهون الفاليد بت اللي موجوده هون بتحكي انه في ريكوست او لا، يعني هاي بتصفي انه في ريكوست او لا. اذا واحده فيهم على الاقل 1 هي بتكون اورنج للاي 0 واي 1 واي 2 واي 3. اذا واحده فيهم 1 بتطلع هي 1 فبتبلغ انه في عندي انتربت ريكوست. اوكي فهلا الانتربت ريكوست اللي موجود هون اذا كانت الاي انيبلد، اذا بتتذكروا اي ان واي اوف،
اي اي اون سوري واي اوف. الاي اون كانت تخليها 1 والاوف تخليها 0. فاذا هي الانتربت انيبلد وفي عندي ريكوست بناء على الفاليد بت اللي طلع من البرايورتي انكودر، هلا هيك بسمح انه اطلع الفيكتور ادرس. فهيها اذا هاي 1 والاي انيبل 1 وجايين من السي بي يو انتربت اكنولج 1، فبسمح انه يطلع الادرس. هي بشغل بعمل انيبل للفيكتور ادرس. هلا اذا ما في انتربت يعني كل هدول زيروز ما بيسمح. اذا الانتربت اصلا ديسيبلد ما بيسمح، واذا لسه مش جاي اكنولج من السي بي يو ما بيسمح. هلا لما كيف بده يبعث سيجنال انتربت للسي بي يو اصلا؟ لازم يكون عنده الاي اس تي هاي اللي حكيناها الفاليد تكون 1، وبنفس الوقت يكون الانتربت انيبلد بشكل عام بالسيستم، وهون عشان يقدر يبعث انتربت ريكوست للسي بي يو. مين عنده اي سؤال؟ فهلا الاي ان اللي هي اي انيبل سيت اور كلير باي انستركشنز اي اون واي اوف، انه هل اسمح بانتربت بالسيستم ولا ممنوع يصير في عندي انتربت. اي اس تي اللي هي للفاليد بت للبرايورتي انكودر، انه في عندي اصلا انتربت بالسيستم ولا لا. Represent an unmasked an interrupt has occurred. Interrupt acknowledge enables a tri-state bus buffer to load VAD vector address generated by the priority logic. فهلا ال interrupt acknowledge مع ال IST مع ال EN هم اللي بيعملوا ال enable لل vector ال vector address موجود هون. هلا ال interrupt register زي ما حكينا هذا الموجود هون. Each bit is associated with an interrupt request from different interrupt source, different priority level. طبعا هون ال priority حسب كيف مشبوكين على priority encoder. Each bit can be cleared by program instruction. نقدر نتحكم فيهم من ال program instruction أو من ال device نفسها حسب طبيعة المشين اللي عنا، ال IO device اللي عنا. Mask register اللي هو اللي موجود هون. Mask register is associated with interrupt register. Each bit can be set or cleared by instruction عشان نقرر إنه هاي device اسمح لها تعمل انتربت او ما اسمح لها. واضح؟ مين عنده اي سؤال لهون؟ فهيك بيكونوا عندنا الطريقتين اللي هي دايزي تشين اللي عباره عن سلسله، اللي بياخذ اللي عامل ريكوست واخذ الانتربت اكنولج بيمنع الباقي انه ياخذ الاكنولج ليخلص شغله، وبيعمل انيبل للفيكتور ادرس اللي هو الديزاين اللي شفناها. البارل برايورتي بتعتمد على مبدا انه في عندي تو ريجسترز. هلا الريجستر واحد فيهم للانتربت عشان يشوف اذا الديفايس عامل انتربت او لا، والثاني ماسك انه هل الديفايس مسموح لها او لا تعمل انتربت. في عندي البرايورتي انكودر اذا عنده اكثر من 1 بيمرق الهاير برايورتي. هلا اذا وحده فيهم 1 بيكون في عندي بيعمل انيبل للفلاج اللي موجود هون اللي اسمه اي اس تي. هلا الاي اس تي اذا 1 والاي انيبل 1 وفي عندي اكنولج من السي بي يو بيعملوا انيبل ل الفيكتور اللي هون. اذا ما في اكنولج ما في اي اس تي ما في اي انيبل، هاي الانتربت انيبل هاي كلها ما بتكون شغاله. هلا عشان يحكي للسي بي يو انه في انتربت لازم يكون الانتربت اصلا انيبل وفي عندي فاليد بت جاي من عند البرايورتي انكودر. هلا بالنسبه للبرايورتي انكودر بيشتغل بهذا الشكل، انه اذا وحده فيهم اكتف اوكي، اذا ال1 الاي 0 اكتف بغض النظر عن الباقي فراح يكون 0 0 اوكي. واذا مثلا الاي 0 هي اللي ان اكتف كانت 0، والاي 1 اكتف بغض النظر عن الباقي بتكون 0 1. اذا اي 0 واي 1 ان اكتف وبغض النظر عن الاي 3 الاي 2 كانت اكتف بيكون 1 0، واذا كلهم 0 والاي 3 اكتف بتكون 1 1. هلا اذا كلهم كاملين زيرو الاي اس تي بتكون زيرو، فبتمنع السيجنالز اللي موجوده هون اوكي اذا كلهم كانوا زيروز. وهدول الفانكشن اللي موجود قدامنا هون، انه بيعملوا عملوه بكي ماب وطلعوا الفانكشن حسب اللي موجود قدامنا اوكي. مين عنده اي سؤال؟ مين عنده اي سؤال؟